بالسجن مدى الحياة، قضى منهم 14 سنة، واليوم يقرر منذر البالغ من العمر 47 سنة اجتياز امتحان البكالوريا، والأمل يحدوه بأن يحقق حلم النجاح الذي طالما روده. الحمد لله، ما أنا حتى كي جيت في السجن هنا، ما أنا أول ما خممت باش نعدي الباك نلقى المعنى اللي حاطة سوى من الأعوان ولا من الإطارات الموجودة في السجن. قرار ترشح منذر لاجتياز البكالوريا سندته إدارة السجن المدني بالمهدية بتوفير المراجع الضرورية واللازمة، باستغلال المراجع المتوفرة والموجودة داخل مكتبة السجن. عملوا لي مطبوعات معناها في البكالوريا اللي تعدت من الشعبة شعبة الرياضيات. اختبار في مادة الفلسفة حول دور المجتمع في رسم ملامح حياة الفرد، موضوع يدرك منذر جيدا قيمته، وهو القابع وراء قضبان السجن بعيدا عن حياة العائلة والمجتمع. موضوع خاصة يمس بالحق أنا الحاجات اللي نحس بها موجودة، أن المجتمع هو الذي يرسم فرد منهج حياته. صحيح بالحق لشي المجتمع ساعات في بعض الأحيان يكون قاسي على خاصة على السجين، مش الفايدة البشر كونه لش تخلى الحبس مي باش خرج. اجتياز مناظرة البكالوريا قد تفتح أفاقا جديدة أمام التلميذ، فهل ستشمل هذه الأفاق السجناء أيضا؟ ليس هناك موانع قانونية من باش ما يوصل دراسته داخل السجن، يمكن أنه يتوجه ويقع توجيه في أحد الجامعات ويواصل دراسته من داخل السجن. أنا طامح معنا باش بالاجتياز المناظرة هذه إن شاء الله ينظروا لي كوني أنا مثلا إنسان، أنا إنسان لوج على الإصلاح. قد تكون ظروف منذر مختلفة عن غيره من المترشحين لامتحان البكالوريا، إلا أن ما يوحد بينهم هو إصرارهم على النجاح، عنوانهم في ذلك العمل والمثابرة.